بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام متواصلين مع حضراتكم في انطلاقاتنا في هذا الصباح شوطنا العاشر للإبكار اللقاية المهجنات أبدأ في هذه اللحظات مع البداية لأتابع شوده من تحتل البداية بشعار حمدان بن حمد بن سالم الدرعي ولكن التغيير في هذه اللحظات من الحذرة ناصر بن غدير بن حمدان الوهيبي بينما القدوم مع ثالث المراكز والحضور في هذه الأثناء من السليمانية سالب بن راجد بن سالب بن محمد المدهوشي يتواجد وينطلق بهذا الانطلاق بينما المركز الرابع بينما الحضور في هذه اللحظات من أغادير فيصل بن سالب بن علي بن جابر الحنزاب من ينطلق في هذه اللحظات ويندفع بهذا الحضور المركز الخامس وصلت واحضرت في هذه اللحظات العجب الحاضر هنا نايف بن مبارك بن صلهوم القبيسي ينطلق في هذه اللحظات بينما المركز السادس والحضور من الشايب لعبد الله بن محمد بن حمد الدرعي وأتابع الانطلاق أتابع التحدي مع سمحة لحمد بن محمد بن خويتهم العامرية من يقدم لنا شعاره بينما الحضور بينما التواجد في هذه الأثناء تتقدم الهنوف بشعار حميد بن محمد بن رامس الجحافي يصل في هذه اللحظات مع الهنوف ويقدم لنا الهنوف بهذا الحضور الممتاز بينما القدوم أيضا في هذه اللحظات من الجافل الحاضرة بشعار أحمد بن سالم بن علي الشامسي يقدم لنا الجافل بينما القادمة أريام أحضرت أريام بهذا الحضور الكبير بهذا الحضور الممتاز هنا بشعار محمد بن نابت بن محمد بن خيله المقدم لانطلاقة وحضور أريام بينما القادمة مع المركز العاشر والحاضرة بيان عمار بن سيف المعمري قادم وحاضرا بهذا الحضور الكبير هكذا النداء للعشر الأسماء الأولى للعشر الشعارات الحاضرة والمتواجدين على أرضية ميدان الوثبة عاصمة الميادين لكني بعود إلى البداية وإلى الصدارة وإلى التحدي الأول إلى انطلاقتي وحضور تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق الشايبة بشعار عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي ينطلق في هذه اللحظات مع الشايبة وحضور الشايبة وانطلاقات الشايبة لتنفرد هنا مع المقدمة وتنطلق من أجل الفوز والانتصار الكبير يتقدم وتتقدم الشايبة المركز الثاني الحضور من العجب نايف بن مبارك بن صلهوم القبيسي يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات المركز الثالث الحضور من الجافل أحمد بن سالم بن علي الشامسي يقدم لنا شعاره بينما المركز الرابع والحضور الوصول من أدنك الحاضرة في هذه اللحظات لتنطلق مع رابع الأسماء وتحضر بهذا الحضور الكبير هنا سلطان بن سالم بن سيف بن سليم الدرعي والمركز الخامس الحضور في هذه اللحظات والقدوم من الغزيل علي بن سلطان بن علي العلي المعاضيد من يتقدم في هذه اللحظات وينطلق بهذا الحضور ليتقدم بهذا الانطلاق
والانطلاق الجميل والمميز بينما أتابع أيضا بيان راشد بن هادب الضحاك المنصوري. ولكن وين الشايبة الشايبة وتحركات الشايبة وانطلاقات الشايبة وحضور الشايبة وإنجازات الشايبة تتقدم في هذه اللحظات بشعار عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي. روح يا الدرعي روح، روح يا راعي الشايبة، روح للإنجازات، روح للناموس، روح في هذا الصباح مع الشايبة 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 والخمسمية متر الأخيرة مع الشايبة وحضور الشايبة أيضا القادمة الجاف الحاضرة بشعار أحمد بن سالم بن علي. الشمسي قادم وحاضر بهذا الحضور الكبير، ولكن الشايبة الشايبة مع المقدمة، الشايبة مع التحدي، مع الانطلاق الأول عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي. من يقدم الشايبة بهذا الحضور الكبير بهذا الحضور الممتاز؟ الجاف القادمة الجاف الحاضرة مع المركز الثاني، ولكن سلام سلام يا الشايبة، سلام سلام يا الدرعي، سلام على الفوز والانتصار الكبير مع هذا الشعار الكبير والمميز المركز الثاني. كانت أيضا الجاف لأحمد بن سالم بن علي الشامسي، والمركز الثالث كان حضور أسرار مبارك بن حمد بن علي الجديري، وشعار بن نظيمة المركز الرابع. كان حضور والتواجد أيضا في هذه اللحظات من هجوم لعبد الله بن مر بن سعيد بن حلوة الاكتبي، من قدم لنا شعاره، بينما المركز الخامس كان حضور والتواجد أيضا في هذه اللحظات من الهنوف أحمد بن محمد بن رامس الجحافي. نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول الشايبة عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي، 7:30 وثلاثة أجزاء من الثانية. تانينا ألف مبروك المركز الثاني. وصلت الجاف لأحمد بن سالم بن علي الشامسي، قدم الأداء الكبير أيضا 7:31 بالوفاء والتمام. المركز الثالث المركز الثالث شعار بن نظيمة مع أسرار 7:33 وسبعة أجزاء من الثانية. تاني المبارك بن حمد بن علي الجديد على هذا أيضا، تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار.